يا مساء الفل عليكم. النهارده سهرتنا سهره غريبه جدا وفيها ميكس غريب ما ركبش مع بعض لا في الحياه الطبيعيه ولا في اي سهره. يتجمع بس في برنامج سهرانين. تعالوا نرحب بالنجمه الكبيره كارول سماح. شكرا. شكرا. ميرسي. خلي بالك. ايه؟ عشان ما نتزحلقش. ما تلاقيش، أنا ماسكك. ثانك يو. ازيك يا كارل؟ كويسة جدا، ميرسي. أخبارك إيه؟ بقالنا كتير ما تقابلناش. إيه والله. صح؟ بقالنا شي 4 سنين ما تقابلناش. 4 سنين، إحنا تقابلنا في حياتنا 3 مرات. تقدري تفتكريهم ولا لأ؟ أنا فاكرة أول لقاء. أول لقاء كان فين؟ كان على المسرح. يا عم صح صح مش كده؟ أنا قلت التنسيدي. لا ده عشان غنينا سوا وقتها على مسرح ديو المشاهير. للأسف غنينا سوا. للأسف غنيت مع غول حبيبي. لا كان متوتر على فكرة، أمير كان متوتر جدا. طبعا كنت متوتر بس بجد بغني مع كارول سماحة، يعني مش حد قليل. ثانك يو. بس أنا كان مسيطر على أعصابه كمان، لأنه خبرته كممثل على الكاميرا وهيك ساعدته. فلا كنت كويس جدا أمير. والله كنت واقف جنبك بترعش كده مش عارف ليه. تعالي برضه نشوف الفيديو ده نفتكره كده مع بعض. اوكي اكيد. فضايح بقى ما تضحكوش، كنت صغير ساعتها. امسي قوي انا والشعر زمان كان بقى منفوخ قد كده. كلنا كنا اصغر شكلنا. كنا صغيرين. ايه عن جد. بس كانت تجربه جديده وتجربه حلوه بصراحه. اكيد. بس لما قالوا لي ان انا اغني مع كارول سماحه طبعا ساعتها انا اتخضيت. طبعا اتخضيت. انت تخضي اي حد يقف جنبك على المسرح. والله. شكرا. اخبارك ايه؟ كويسه. أخبار السهر معاكي إيه؟ بص أنا أول ما أنت التقيت معي كنت عايشة بلبنان، دلوقتي أنا عايشة في مصر. دلوقتي أنت بقيتي نص لبنانية نص مصرية. نص مصرية. أنت خدت الجنسية المصرية دلوقتي صح؟ صح مظبوط. إيه فصار لي 5 سنين ونص عايشة بمصر. تتشوف القدر كيف بغير لنا حياتنا، يعني مين كان بيقول إنه أنا حأتجوز من مصر وأعيش بمصر؟ فالحياة هلا صارت الحياة العائلية هون بمصر، وطبعاً شغلي بين لبنان ومصر وكل الدول العربية. لا أنت نورتي مصر كلها. ميرسي. بس طبعاً أنت جاية من عاصمة السهر. لبنان البلد برضو التي لا تنام، كل صح. الناس بتسهر وتتبسط طول الوقت وسهر طول الوقت في كل الأماكن. مظبوط. عرفتي تتأقلمي بعد ما جيتي مصر في الموضوع ده؟ لأن عندنا برضو السهر مش زي عندكم، يعني احنا برضو في أيام مختلفة، أنت عندكم الناس بتسهر كل يوم. احنا عندنا مثلا ممكن يسهروا الخميس، الجمعة. فانت عرفت تتأقلمي مع الوضع هنا؟ حقيقة انا كملت السهر في مصر. مع نفسي جدا. لا يعني اذا بدك كمل السهر عندنا بالبيت. بص يا ما لما جيت عشت بمصر، حتى لانه يمكن لانه من حظي انه جوزي وليد بحب الحياة، يعني بحب يعيش، بحب الاصحاب، شخص اجتماعي، بحب السهر. فكل اسبوعين يعني بنخلق اذا بدك اوكيجن او فرصه انه نجي على نجمع الاصحاب بعض الاصحاب بالبيت ونعمل سهرات ببيتنا. حتى لو ما كان بالويك اند. او عملتي صحاب جداد في مصر؟ اكيد. انا من الاشخاص الصعبين اني اعمل اصحاب. طبعا في فرق بين في معارف، بس اصحاب كثير بيست فريندز، يعني اكيد تعرف صعب بالحياه انك يكون عندك بسهوله كثير مقربين. بس يمكن بعتبر نفسي محظوظه اني بوقع على الناس الصح دائما وعلى اصدقاء. انا بعتبر حالي حدا محظوظ كثير بصداقاتي. وبمصر عندي 3 صديقات صراحه كثير كثير يعني مقربين صرنا. تعرفت عليهم بعد ما جيت عشت هنا في مصر؟ في ثلاثتهم صراحه تعرفت عليهم. مين هم؟ اساميهم ايه؟ اول اساميهم عندك هبه وعندك هبه وعندك ياسمين. 3 هبه؟ 2 هبه واحد ياسمين. في هبتين وعندك ياسمين. هبه اول صديقه كانت بقول لها هاي بحبها كثير، هبه شكري. يعني شو بدي اقول لك، هي كمان صديقه جوزها بالمجال، يعني منتج بالمجال، وكثير انا وياها في اشياء مشتركه ونشبه بعض بكثير حاجات. لكن مش بتمثل ولا بتغني؟ لا 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 لا، هي جوزها بس اللي منتج. مزبوط. وفي عندك كمان صديقه ثانيه هي هبه بتكون الاكس لجوزها. ايه ده فعلا؟ كلهم صدمة، ما في رد فعل. ايه كثير اصحاب انا وياها. كانت مرات جوزك؟ هي كانت مرات جوزي، يعني اتجوزوا 3 سنين وبعدين انفصلوا. لا انا وجوزي اتجوزنا بعد 8 سنين عن انفصاله، يعني كان في مقلق علاقة الموضوع. فاهمين؟ ما تخافيش، ما خدتوهوش يعني، انا عارفين. لا بتعرف انا حدا
يعني منفتح، اذا انسان لذيذ وطيب وفي عنده هيك حاجات حلوه ممكن يكون صديقي بغض النظر قريب مين او علاقه مع مين او شو كان. بالعكس صداقتنا كثير حلوه. وعندك الثالثه ياسمين، هي صديقه اذا بدك كمان من برات الوسط. هلا اذا بدك تسالني على الوسط الفني طبعا في كثير اصحاب، حبيبه قلبي حبيبه قلبي إلهام شاهين. طبعا يا حبيبه الكل، مش معقول يعني بجد. مش لأنه هلا عم بحكي عنها على التلفزيون، أنا عشت وشفت ومريت وصادفت ناس كتير، بس حد بطيبة وشفافية وصدق إلهام شاهين ما لقيت. يعني ممكن لدرجة أوقات تأذي حالها، بس إنه توقف حد صديقة أو تساعد الناس أو تعمل وقفة تسبقوله جدعنة زي ما بقوله بمصر قليل لتلاقيها. صح. لا هي إلهام شاهين كلنا عارفينها وكلنا جربنا معاها في تجارب بينا كتير، إن هي فعلاً جدعة وبتقف مع الناس وكل الناس فعلا بتحبها، وكانت قاعدة مكانك هنا قريب. مظبوط، قالوا لي انه ايه صح ست جميلة، ونسمع تحية كبيرة للهام شاهين يا أكيد جماعة. اكيد يا ريت. تعالي نروح بقى لحتة الجيران. الجيران في مصر غير الجيران ايه؟ بيرموا عليكي حاجات من فوق؟ لا لا لا، الحاجات بتاعتنا ما بطلهاش ولا ايه؟ انا محظوظة بجيران كمان حلوين يعني. يعني كلهم صحابك ساكنين معاكي؟ لا مفيش. يعني مش انه قصده انه لا، بس بحكم شغلي وسفري وعدم استقراري يوميا يعني بالكومباوند او بالمنطقه اللي قاعده فيها ما بقدر اتعرف على الكل. مع انه رح اقول لكم خبريه كثير حلوه، اول ما جيت عشنا بالشيخ زايد ما كان صار لي اسبوع عايشه، كل الكومباوند كان مخضوض، البس ثياب سبار واطلع اركض 40 دقيقه 45 دقيقه بالكومباوند. يقولوا دي اكيد مش مصريه، اول شيء ما حدا اخذ بالي حتى النظاره والكاسكات. يقولوا ما فيش حد مصري يعني عنده ان الايراد، عاده المصريات الستات ما كثير بيركضوا بالكومباوند عرفت. فبعدين اكتشفوا انه انا، يعني مع الوقت صاروا يحسوا فهموا انه انا، فقالوا لو قلنا لبنانيه يعني ابتدوا ينزلوا بقى يجروا معاك. يعني صار في تشجع، صار معظم الكومباوند نازل يركض. بس كصديقه اذا بدك في عندي صديقتي منى الشاذلي، هي جارتي بالاحرى. علاقتنا هيك ما فيها تصنع يعني. لا احنا عندنا طول عمرنا مثلا الجيران بيقعدوا بيستلفوا حاجات من بعض. يعني لو واحده عندها حاجه فممكن تقول لها ابعتي لي طبق، ابعتي لي حاجه. بتعملوا هنا مع بعض ولا فيش كلام؟ هو بنعمل بس هناك مثالي في لبنان كده. بلبنان كتير صح؟ اي بلبنان يعني كتير بنعملها. الجيران لو مع بعض في بنايه واحده او عماره واحده بتقعدوا طول الوقت مع بعض زي عندنا في العماره. مظبوط. بس معي هلا بمصر ما حصلتش. على فكره من يومين كنت محتاجه ليمون، كان الساعه 12 بالليل. انت بتحتاجي ليمون زينا عادي؟ على 12 بالليل طلع بالي اكل هيك سلطه. فقلت انا قلت انا اكلم مثلا منى الشاذلي، قلت لها يا 12 ونص بالليل الا عايزه ليمون. لا يا عم متخيل دلوقتي منى الشاذلي وهي بتدور لك على ليمونه في الثلاجه، فدي يعني دي غريبه شويه. صور الصوره يعني. فلا قلت لا مش راح اتصل يعني معقول. لكن في بيروت كان في العلاقه بينك وبين الجيران دي؟ كتير. كنتوا بتستلفوا من بعض حاجات دايما وتقعدوا مع بعض؟ احنا عندنا هنا دايما في العماره تلاقي البيبان قدام البيبان مفتوحه، واحنا كده في الشقق يعني مفيش شقق ما بتتقفلش طول الوقت 24 ساعة. صح هذا الحلو. ما هو هيدا الحلو، الالفة والخبز والملح بين الجيران، وبتصير تحس اذا حدا بالعمارة حصل له حاجة بتحس نتلم كلنا. هيدي هي اللفة. طب ليه ما عرفتيش تعملي ده هنا؟ بص هي انك تعيش بعمارة هي بتخلق لحالها هالالفة عشان الباب وجه الباب. صح. بس لما بتكون بكومباوند بيكونوا الناس مفصولين عن بعض، كل واحد قاعد بالجنينة بتاعته بالمعرفش ايه البسين مثلا، انه عنده حاجته بتاعته ومقفول على الثاني، مش مفتوحين على بعض، معزولين يعني لما تكون بقريه بكومباوند. صح. فهذا للاسف ما بيساعد كثير انك تلتقى بالعالم. بس في الاخر انت منوره مصر كلها. ميرسي ميرسي. عايزين بقى نسمع منك اول حاجه، نسمع ايه؟ اكيد. شو بتحب تسمع؟ ننسى همومك. انسى همومك. يلا اكيد اكيد. كل ده بس عايز اسالك بقى على حاجه مهمه جدا. حاجه ممكن تبسط ناس كتير منك وحاجه تزعل ناس كتير منك. اكيد. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ بصراحه. انا؟ انا عارف ما تكذبيش يعني، قولي لي على طول. انا برشلونيه. لا في مصر بقى ده بره. بص صراحه. ايوه بص بقى انا بصراحه. لا والله عن جد مش عم سايب لك شغله. لما طول ما انا صغيره وخلقت بسمع بهذا الموضوع وبسمع بهذا الصراع. فجيت مره بشوف هيك ماتش، قلت انا بصوا يعني مش عايزه اخذ موقف، لانه يعني انا بالنسبه لي مصر وهي شخص هي واحد. صح.
فلما بشوف الصراعات بين الناس بالصالونات وهيك قلت انا مش هختار حاجه. لا عادي بيني هو المشكله ان انا اللي غلطان من الاول عشان سالتك انه قلت لك انها هتزعل ناس كتير واصطدت. لا والله مش عشان تكون دبلوماسيه بس وحياتك ماني اخد طرف بجد ماني اخد طرف ماني مش عشان تكون دبلوماسيه بس جوزي اهلاوي. جوزك اهلاوي يبقى انا اعتبرك تبع جوزك. اهلاوي للموت. يبقى انا اعتبرك تبع جوزك. خلاص يلا يبقى اهلاويه. انا دلوقتي بقى اجيب لك حد هيضايقك. جيب لك علم زملكاوي من اشهر الاعلام البيضاء في مصر. واحد بقى كل الناس بتحبه. تاريخ كبير في الكوره. ابيض من جوه ومن بره. انت مش فاهمه. والوحيد اللي ما اختلفش عليه الاثنين لا اهلاويه ولا زملكاويه. تعالوا نرحب بالنجم الكبير كابتن مصر كابتن حازم امام. ازيك يا زوم؟ ازيك عامله ايه؟ سنه طيبه. انت كمان. ازيك يا ميو؟ ازيك يا زوم؟ حبيبي اخبارك ايه؟ عامل ايه وحشني؟ منورنا. دايما متالق كده. ربنا يخليك. والله دايما نستمتع بيك. الله يخليك يا حبيبي. وكارل طبعا نستمتع بيها طول عمرنا. يعني الكلام اللي قاله عنك كثير مظبوط، كل الناس بتحبك. ربنا يخليك. لانه محترف ولانه يعني محترم كمان طبعا اكيد يعني وحلو الجمل الابيض من جوه ومن برا حبيبي امير. لا الناس فعلا عايز اقول لك يعني مش الاهلي والزمالك بس ده فعلا كل مصر بتحبه يعني مزبوط. في ناس دايما بيشجعوا الاهلي فعندهم الزملكاويه في الروح الرياضيه فبيتضايقوا شويه لكن حازم امام اللي ما بيختلفش على الاثنين لا في الكوره بره الكوره ولا جوه بنحاول يعني الامور بقت صعبه جدا دلوقتي في ظل التعصب ده بس يعني الحمد لله بنحاول نمسك نفسنا نبقى محايدين زاد التعصب قوي حتى بالكوره بطريقه كبيره كتير جدا الكوره اكتر حاجه فيها تعصب دلوقتي يعني للاسف بقى في كل واحد بيحب النادي بتاعه كل واحد بس بيحب بس في حقد صار بس اكتر بس في تجاوزات شويه كتير الفتره دي. طب وانت مش بتحس ده حازم من جواك ناحيه الاهلي بصراحه؟ اكيد وانا بص وانا بقى اتفرج على عادي اكيد طبعا زملكاوي قبل وقريبا لكن لازم لما اطلع في التلفزيون كمحلل اشوف يعني اتكلم عن ايه بقى ساعتها؟ تتزني طبعا على المنطق طبعا يعني حتى لو الاهلي بيلعب احسن مثلا من الزمالك لازم تقول بس لازم اقول اللي انا شايفه جوه ببقى متضايق وتعبان وزعلان لكن لما بطلع على الشاشه لازم اقول اللي انا شفته ما بقولش بقى احساسي يعني انا مش طالع اقول احساسي بس في ناس بتعمل كده خلي بالك يعني في ناس بتتكشف من كده طبعا يعني في ناس متحمسين جدا لفريق تاني وهم باين ان هو معاهم لانه الناس لما بيكونوا عاطفيين وبحبوا حد ما بيقعدوا يفكروا بطريقه منطقيه او موضوعيه هي بص بالممارسه بتبتدي تعرفي تطلعي ازاي وتتكلمي ازاي هي بالممارسه كل عارفه ادي الاحتراف يعني انت كل شويه بتعرفي تطلعي تمسكي مشاعرك ازاي تطلع اللي انت عايز تقوله بس في حاجات غصب عنك طبعا بتطلع يعني اكيد لكن ربنا بيستر ان شاء الله بس انت ليك اصحاب كتير اهلاويه متهيألي طبعا زي اي حد يعني انت اكيد صحابك في زملكاويه وفي اهلي بس يعني احنا زملكاويه كتير يعني يعني عايز اقول لك لما بتحصل حرب حتى بتبقى على السوشيال ميديا بقى في حرب بين الاهلاويه والزملكاويه لما بتيجي مصر بتلعب بتحس ان هم اتصالحوا ومفيش اي حاجه وبيحبوا بعض مظبوط انا عارف بعتقد انه كميه الحقد وال والتعصب اللي عم بتزيد كمان السوشيال ميديا هي اللي طبعاً عم بتشجعه طبعاً لانه في اوقات ناس بتكتب كلام مستفز صح فلو حد شخص هادي طبيعي حيستفز فكمان حيجاوب بنفس اللغه صح كل حاجه بس تيجي تشوف على السوشيال ميديا تحس ان الناس هتموت بعض مظبوط الحلو ان انت بتنزلي الشارع لا حاجه ثانيه ما بتشوفيش ده خالص غريب يعني النهارده انا اسف حازم يعني لو حد بيشتم حازم امام مثلا عشان زملكاوي والله العظيم لو شافه في الشارع هيجري عليه ويحضنه ويسلم عليه ويبوسه ويتصور معاه غريب السوشيال ميديا يمكن بتخلي كل واحد متخبى ورا ببيته ورا قناع فيلا انا بقول زي واحد قاعد على البلكونه عارف بقول اي حاجه اي حد يعدي كده بقول عنه كلام كده نتسلى بس لما نشوفه في وشنا مش هنقول يعني عنه كلام مش حلو ايه حكايتك مع السهر بقى انت طبعا انت السهر بالنسبه لك مختلف عن السهر عن اي حد يعني الفتره اللي فاتت حتى طبعا الفتره كنت تلعب فيها كوره وكنت معسكرات طبعا ممنوع ان تبصر خالص بص وانا بلعب كوره كنت دايما مركز في شغلي الكوره يعني فكنت قليل قوي لما تلاقيني اسهر صعب جدا يعني لان بيبقى اساسا وقتك وماتشاتك ومعسكراتك ولازم تنام بدري وعندك تمرين الصبح فبيبقى ما عندكش وقت حتى لو عايز بس بيبقى يعني لازم بقى يوم اجازه وعندك 3 4 ايام اجازه ممكن تصرف يعني ده وانا ده عن نفسي يعني انا متضايق قوي لما الاقي لعيب جاي كويس وعايز بيسهر كتير يا ابني ما انت هي الكوره 10 سنين يعني مش زي مثلا انتوا ممكن بتكبر كل ما بتكبر في السن كل ما بتزيد قوه وبتزيد مثلا نضج
احنا في الكوره لا، كل ما بتكبر في السن كل ما قدراتك بتقل. هي وقت تستغل. هو في 10 سنين هو يعني البيك بتاعك. يا عم بعد 10 سنين هتقعد 30 سنه، عيش واسهر براحتك. يعني دلوقتي ما يعني بطلت بسهر، بسهر اكتر من زمان بكتير، لان خلاص شغلي مش لازم، مش مرتبط بصحتي. النوم. يعني النوم بصحتك. مش مرتبط ان انا لازم انام بدري واصحى بدري. مرتبط بالصحه العامه بقى العاديه. وانت بتلعب كوره هو ده شغلك، ده لقمه عيشك، ده فرصتك، ده اللي هتعيش عليه حياتك كلها. يعني انت بعد ما هتبطل ال 10 سنين دول هتقعد، ممكن ربنا يديك عمر لغايه 60 سنه، هتقعد 20 او 30 سنه بتشتغل على ال 10 سنين اللي لعبتهم. صح. كمذيع بقى، كاعلامي، كمدرب، كصحفي، كاي حاجه. الناس بتفتكر ال 10 سنين لعبتهم عشان كده بتشتغل بيهم بعد كده. فبتضايق قوي يكون واحد تالنت ولعيب كويس وكل شويه يقول لك اصل بيسهر كتير. يا ابني ما بعد اقول له يا ابني ما انت هتسهر. يعني في واحد لعيب اعرفه لعيب كويس، قلت له يا حبيبي والله اسمع مني، هتبطل وهتلاقي وقت كتير جدا تسهر وتنبسط. كلنا مش عارفين. لازم دلوقتي يعني كلنا عارفينه. نفس الحاجه على فكره. لا لا مش صحيح، كلنا عارفينه. نفس الحاجه لو صحيح بطل من زمان. بس عالمي ده برضه. فلازم اللعيب يبقى ذكي، يعرف ان هو وقته في الملعب لازم يستفيد منه لاقصى درجه. ربنا سبحانه وتعالى يا امير بيديك حاجه مهمه جدا في لعبه الكوره دي، ان لو حد حبك او بتعمل فلوس كويسه جدا وبتعمل اسم كبير جدا والكوره محبوبه فالناس بتحبك جدا، وانت ممكن ما يبقاش، لو انت اشتغلت حاجه ثانيه مش ممكن هتعمل ربع اللي انت بتعمله في الكوره. بيعتبروه بطل طبعًا. كمان طبعا يصير بطل قومي. فانت ربنا بيديك حاجه امسك فيها، يعني امسك فيها، ان بيديك نعمه حلوه مختلفه عن الاخرين. فحرام بتضايق بقى يبقى حد عنده تالنت وكويس ويرمي كل ده عشان عايز يسهر سهرتين. بس بتتكلم معاه يعني لو لقيت حد كده بتتكلم معاه؟ بنتكلم طبعا. لازم تقعد تتكلم، لان في الاخر برضه اللعيب عنده كام سنه؟ 23 24 ولا صغير يعني عايز يكتشف الحياه كده. فبيبقى برضه ما عندوش النضج، لازم انت تقول له، لازم توجهه. عشان كده المدرب بتاعه او الكابتن في الفرقه لازم يقعد يتكلم مع اللعيبه الصغيره كتير، لان هو عنده الاكسبيرينس اكتر شويه، فبيوصل ممكن المعلومه احسن شويه. طب وانتوا عندكم بقى كارول في الغنى نفس ممكن الحاجه تنصحي حد؟ لا يعني ممكن تقعدي تكلمي مع واحده وتقولي لها لا لازم تخلي بالك من صوتك واختياراتك. لا انا عايزه اجاوب على نفس الحته اللي بيتكلم عليها. قصه مثلا المطرب كتير بقى بتاثر فيه عدم النوم طبعا، السهر وقله النوم والحياه اللي مش منتظمه، واذا يعني دخان، في ناس بتشرب، كله هذا بيأذي الصوت. يعني كمان مثلا انا باخد بالي انه بالنسبه للسيجاره مثلا، انه حد يدخن، في مطربين بيدخنوا بطريقه، هو عمر صوتهم عمره بيصير اقصر مع الوقت، صوت عمر الصوت بيصير قصير. واهم حاجه للمغنى النوم. عندكم لماسلين انتوا يعني عايشين حياتكم، احنا ما بننامش، احنا ما فيش حاجه بنعملها صح، ما بتناموا ايه يعني. بعرف اكيد اسهل، لا طبعا عندكم صعوبتكم بغير شيء يعني، بس اذا هو شغلهم كده، اذا شغلهم بده يخلص تصوير 3 الصبح وثاني يوم عنده اوردر على الساعه 9 مثلا او 7 مثلا. ايه اكيد، لانه في برودكشن، ساعات بننام في العربيه وساعات بننام في الاستوديو. يعني في المرحله بتاعت الفتره الاخيره بتاعت المسلسلات مثلا بيبقى عندك هم 3 شهور، واحد بيعمل حسابه ان هو مش هيشوف، مش هيروح بيته، مفيش حياه صح. يعني ممكن اولاده بقى يجوا له التصوير، يشوفهم بالصدفه كده في البيت لو راح يجيب هدوم. فطبعا الوضع مختلف. انتوا بيبقى عندكم برنامج صح. واضح انتوا ماشيين عليه، عارفين هتناموا امتى وفي نظام، في عنده نظام. ايه طب وانت لما كنت في ايطاليا بقى نظام نظام؟ لا بس بص اقول لك حاجه، يعني انا رحت ايطاليا كان عندي 20 سنه، كان 96. ف احنا كنا بنسمع الاحتراف ساعتها بس ما شفتوش يعني. فلما رحت بقى كنت فاكر الاحتراف اللي هو كل حاجه بالورق والقلم وكل حاجه. انت من اول الناس اللي احترفوا في مصر؟ بدري يعني رحت 96، رحت 96. كان في حد قبليك كان احترف؟ كان في هاني رمزي، كان هاني رمزي طبعا، كان في حسام ابراهيم طبعا، كان في حسام كان قبليها بكتير شويه. لكن فلما رحت لقيت الناس عارف ايه اللي هو في وقت التمرين انت بتمرن كويس قوي. بس احنا مثلا بنلعب في ايطاليا سبت وحد، يعني ما كانش السبت يبقى الحد، هو ده الويك اند يعني. بس يوم الاثنين مثلا اجازه، الحد بالليل بعد ما نخلص ماتش بنسهر، يعني كل الفرقه اللي بيسهر مره في الاسبوع. مره في الاسبوع، يعني شغلك اشتغل كويس قوي واجازتك خدها حلو قوي واسهر براحتك. ده اللي اتكلم فيه، يعني مش فلوس الناس تعذب نفسها برضه انها تقعد ما تسهرش او ما تنبسطش. بس كل حاجه في وقتها، مفيش حياه يعني. بعد الماتش مثلا عندك ما عندكش شغل، اجازتك روح اسهر وانبسط، وبعدين تاني يوم بقى روح شغلك بشكل كويس. في كل حاجه لقيت كل حاجه، مش اللي هو ممنوع 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 عشان انت محترف، لا خالص. كنت بنخلص ماتش الحد ده وبنسهر مع بعض بالليل، بنروح نقعد مثلا في حته نسهر وخلاص. يوم الاثنين بنصحى الصبح ما عندناش تمرين، الثلاث نبتدي التمرين في الجيم الصبح الساعه 9 الصبح كلنا رايحين وخلاص. اليوم الاسبوع بيبتدي كده خلاص، بقيت مظبط وسيستم اسبوعك. الحد بالليل بعد الماتش ممكن تخرج وممكن تنبسط كل حاجه، ما حدش يقدر حتى المدرب يشوفك ما يقدرش يقول لك حاجه، لان ده وقتك، ده وقت بتاعك انت تعمل فيه اللي انت عايزه يعني.
فلا يعني في ايطاليا بس عارف ما كنتش عارف على حته السيستم. يعني هنا في مصر انت بتحاول لوحدك، ما فيش منظومه بتقول لك تعمل ايه. هناك لا، هو تحس انت ماشي بالديسيبلين، النظام كويس والتزام، وكل الناس بتعمل زيك، فانت لازم مش هتطلع من الخط، مش هتطلع من الطابور يعني. ف يعني كان بقى عارف ساعتها كمان ما فيش انترنت وما فيش سوشيال ميديا، فانت ما بتشوفش بره. هنا دلوقتي بتشوف التمرين في ليفربول عامل ازاي، بتشوف ريال مدريد عامل ازاي، بتشوف الايكويبمنتس ازاي، بتشوف اللوكرز عامله ازاي. كنت زمان ما بتشوفش الحاجات دي كتير. فلما رحت ايطاليا مره واحده فلقيت عارف شوك ان انت جاي من مصر، كانك مثلا في الفن من عندك مثلا واحد فجاه من هوليوود، مره واحده عندك فيلم هناك. فالفجاه بتحس بالسبيس اللي بينك وبينهم يعني، بس بتاخد منك شويه يعني. خايت مني بتاع شهرين لغايه لما ابتدي افهم الدنيا ماشيه ازاي، خصوصا كمان انها لغه مختلفه. الايطالي حتى انا بتكلم انجليزي شويه، بس الانجليزي بعيد عن الايطالي، الفرنساوي هو القريب من الايطالي، تعرف تتكلم بسرعه. فخدت مني شويه، لكن يعني الحمد لله بعد كده خلاص بتبقى الريتم بتاعك يعني. صح. لا بتهيألي كارول كمان شغلك بره، انت غنيتي قبل كده في فرنسا؟ صح. وغنيتي في اوكرانيا؟ ايه يعني غنيت بمسرح اولمبيا بباريس ب 2018. بتهيألي من الناس القليله اللي غنوا يعني، بتهيألي ام كلثوم غنت مره. ام كلثوم اكيد. لا السيده فيروز كمان، صباح، شحروره. ومن الجيل الجديد يمكن انا ثالث كمان شخص بغني. بتهيألي حكيم كمان طلع غنى مره يمكن قالوا لي. حكيمه. فكنت كثير محظوظه انه دعيوني بالاولمبيا بباريس، هذا مسرح عريق يعني، واي فنان بحب انه بالسي في بتاعته ينذكر هالشيء. وما كمان بدار الاوبرا الاوكرانيه مع الاوركسترا الفيلارمونيك باوكرانيا، وكمان بامستردام مع بالمسرح اللي غنت فيه ماريا كالاس الاوبرا سينجر العالميه. فيعني كمان بحكم شغلي بالمسارح عم بندعي على مسارح عالميه، كمان ينطلب مني اني غني فرنش، غني انجلش، غني عده لغات. مش بيبقوا عرب بس كمان موجودين؟ بيبقى كثير في عرب اكيد، وبيبقى في اجانب من البلد عندهم كمان حشريه يتعرفوا على موسيقتنا، على نفسنا بالفن. فلقلهم شيء فيري اكزوتيك مثل ما بيقولوا. بس التجربه بتبقى مختلفه عن اكيد مختلفه لقلك اللي انا بقلق اكثر لما بيكون عندي حفله ومش وعارفه انه الجمهور مش 100% عربي. اكيد معظمه بيكون عربي، بس بيكون في بدك تحس بدك ترضي كل الاذواق. طبعا انا اصلا نوع اغنياتي بتحسها فيوجن، يعني شغل موسيقتي انا ما بتحس في خط واحد، في تنوع، في فيوجن، في الشرقي وفي الغربي وفي البيت وفي الدانس. ف يعني يمكن كمان لهالسبب انه بنطلب على المسارح. ده دلوقتي هنسمع منك بقى حاجه بالفرنساوي؟ نسمع ايه؟ جتام. حازم بقى، بص حازم بيموت في الاغنيه دي. حافظها؟ جتام. انت حافظها؟ الله طول عمري. طب يلا تعالى نسمع.
انا عايز اقول لك انا عن نفسي انا طبعا ما فهمتش ولا كلمه من اللي انت قلتي. انا مش فرنساوي فيعني مهم الاحساس. ما هو ما عشان كده بقول لك انت من الناس اللي الناس توصلتي فعلا الناس بتحب تتفرج عليه وهي بتغني فما سامع حاجه حلوه وشايف حاجه عسل. شكرا. عايز اعرف بقى دلوقتي الناس ليه دايما كانوا بيقولوا عليك ان انت ست قويه او طلعوا عليك مره المراه الحديديه ليه بقى؟ انا حاجة حلوة إيه؟ حاجة كويسة. أنتوا أنا بسألكم كرجال بتخافوا من هالكلمة يعني إذا قالوا عن خالص بالعكس بالعكس أنا بلاقي المرأة الحديدية هي المرأة اللي بتحمل مسؤولية المرأة اللي إذا غاب الرجل عن البيت شهر بتقدر تمسك زمام الأمور إن كان بالبيت إن كان مع الأولاد بينوثق فيها جدعة بعتقد من هيدي الزاوية يعني وأنا بعدين عندي وفا كتير مع الناس مع الأصحاب يعني عندي مواقف معينة إذا حصلت بشغلي حتى لو ضد مصلحة شغلي بس بدو أفلا يعني بتكون عادلة مع أصحابي صار مثلا موقف مش لمصلحتي أنا أحكي لأنه ممكن هالشي خسرني بشغلي بس لا عندي مبدأ بوقف بدافع عن أصحابي لأنه بحسهم عم ينظلموا دافع عنهم لو بدي أنا أخسر شي بشغلي وهذا الشي أوقات مش كتير منيح لأنه بتعرف يعني الإنسان اللي كتير بيمشي ورا مبادئه بهيدا الزمن بس ورا المبادئ وبس ورا القيم بده يخسر كثير اوقات او بده يخسر فرص عرفت؟ وخسرتي ايه بقى؟ يعني ايه اللي ممكن تكوني وقفتي وقفه كده قويه وعملتي فيها ست جدعه وقويه وخسرتي يعني ممكن تخسر منتج عم ينتج لك شيء وانت وقفت وقفه لانه عمل موقف ما عجبك مع صديقه لإلك اخذت موقف وخسرت هالمنتج خسرت شغل مثلا بقى. عم بعطيك لا عم بعطيك مثل عرفت في اعطيك امثله ثانيه في بلا يمكن تكون صارت في اعطيك امثله ثانيه كمان عندي كثير مواقف وعندي وفاء للناس اللي بحبها وما بحب الظلم ابدا ومن الناس اللي كثير اذا في ظلم باي مكان مره كنت عم صور مسلسل بالاردن قبل ما بلش غني حتى قبل ما ابتدي الغناء كنت عم صور مسلسل بالاردن ما رح اذكر مين المخرج او شيء او الممثل حكى كلام مش حلو مع ممثله اردنيه كلام بيوطي من قيمه المراه عامه هنا يعني على الست داخله من الديانه لا 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 وقف التصوير بالنسبه لي اذا ما بتعتذر لانه هيدي اهانه الكلمه اللي قالها مش اهانه بس لهيدي الست اهانه لاي امراه كانت موجوده على البلاتو ما بدي اقول الكلمه واعتذر يعني ما كملت التصوير وقفت وفتت على انه هيدي قله احترام لكل امراه موجوده معنا هيك يعني المواقف اللي يعني ما بحب حدا يتعدى على حدا ياذي حدا ولا حتى بالكلام ايه رايك يا اسراف والله لا يعني انا بالعكس بشوف الست القويه الراجل يحب الست القويه يعني انت لا انت عازم امام
بتحب الست القويه طبعا او الست دي يعني بشوف اللي ما بيحبش كده والله اعلم يعني مش كل واحد طبعا لكن وجهه نظري اللي ما يحبش الست القويه هو يبقى ضعيف ما عندوش صح. شخصيه خايف ان هي تطغى عليه هو او خايف انها تاخد منه بالعكس انت لو واثق من نفسك واثق في قوتك او شخصيتك او في يعني واثق في نفسك مش ما حدش هيهزك بالعكس يعني هتاخد وتدي معاها اولا القعده معاها هتبقى في نديه وانت بتتكلم في وانت بتاخد وتدي معاها مش تدي مع حد هو ما عندوش يقول لك حاضر على طول مثلا او مش عايز يزعلك او في ناس برضو تبقى عندها شخصيه مش عايز تزعلك بس انا قصدي ما اعرفش يعني بحس ان بالعكس في شخصيه يعني اوقات من مش مع مش هذا ما بيعني انه دايما لا وصراعات يعني لا اوقات الانسان بده يكون سلس مش اكيد مش عم نحكي عن هذا الشيء يعني لا يعني بالعكس بشوف الست اللي تبقى ناجحه في شغلها الست اللي تبقى عامله يعني شكل وليها شخصيه ومعروفه الشخصيه بالعكس انا بحب الحاجات دي جدا بحس ان انت بتتكلم مع حد في دماغك بتتكلم معاه كويس بتبقى بتاخد وتدي معاه كويس وبتساعد الرجال لينجح اكتر طبعا يعني المرأة القوية بتدعم رجالة أكتر وبتساعده لينجح ويعلى بس تبقى قوية بس مش قوية بالمعنى مش قوية في شغلها قوية مش بمعنى الاستبداد أنا ببص قلب على طول قال لي قوية بس لا مش عليا مش عليا لا لا يعني ما تبقاش قوية معاك في التعامل في فرق بين الاستبداد وبين شخصيتها قوية أكيد لكن مع الراجل أو مع جوزها لا ما عمر لو ست بقت باينة إن هي أقوى منه هو مش هيحب كده لكن أنا بتكلم على الشخصية كشخصية لازم تكون قوية ده اللي أنا أحب كده لكن معاك أنت تكون يعني ست طبعا دي حاجه وان هي تكون كشغل وكقرارات بتاخدها معاك لا يبقى عندها شخصيه طبعا تبقى متعلمه ومثقفه عليها راي دي اكيد بتبقى احسن بكتير يعني طب انت مراتك لما جت مثلا قالت لك في مره انا عايز اشتغل مثلا عايز اعمل طبعاً. مشروع انت وقفت جنبها وساعدتها ولا انا وقفتها ما كانتش بتشتغل واول ما خلفنا اول هيا ما كانت بعد هيا جبنا تاليا بعديها بسنتين كانت بتشتغل كانت بتعمل حاجات خفيفه كانت تعمل اوبن دايز حاجات اللي هي في اللذيذ يعني لغايه من 5 سنين كده قالت لي يا حازم انا عايز اشتغل بص قلت لها بصي انا ما عنديش مشكله خالص اشتغلي انا بالعكس ده حاجه كويسه انك تشتغلي بس يعني ما تقصريش على البيت عندك بنات مذاكره عندك بيت تحافظي يعني طلبت منها ان مفيش حاجه تتاثر يعني. انا ما عنديش مشكله بس لو حاجه اتاثرت انا هبقى متضايق مش حابب ايه اللي حصل بس بعد لا لا يعني مش بتعمل بالانس الحمد لله اكيد بتيجي حاجات طبعا بتقع منها بس انا مثلا لقيتها في شغلها بتنجح يعني هي ما شاء الله بتنجح في شغلها كويس دلوقتي فبعمل نفسي مش واخد بالي يعني ممكن اقول لها مره اتنين لو حاجات في حاجه تعدي يعني تعدي مش طبعا لان هي برضه مني في البيت يعني. كويسه يعني ما اقدرش اقول لك ان هي خلاص مهمله لا بالعكس مركزه في البيت بس في حاجات طبعا بتقع منها عندها مثلا حاجه عندها ايفنت مهم فبتقعد شويه تقعد الصبح بدري ممكن اتضايق شويه يعني مثلا اصحى الصبح ما الاقيهاش فاتضايق يعني ما تقعدي معايا بتاع يعني خلاص يعني ماشي عندك شغل كده بس لو طغت على البيت انا ما احبش كده احب في الاول وفي الاخر تشتغلي عشان ما تزهقيش مش هو ده يبقى هو ده اللي واخد انتباهك يعني طب وانت يا كارل وليد بقى ما جيش في مره قال لك مثلا انت لازم تبطلي بقى غنى ونقعد بقى ونهدى كده في البيت لا وليد بجنن عم بحكيك جد مش لانه هلا جوزي وقاعدين على التلفزيون ما طلبهاش يعني لا 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 وليد ما بيحب المره اللي ما بتشتغل قال لي انا ما اقدرش اتجوز ست ما بتشتغلش ابدا هو مش عايز حد يفضل قاعد له لا لا اسمعي بس مني انا عارف وليد انا عارف وليد اسمعي الكلام مش عايز حد يفضل قاعد له عارف على ذكي بفكر لبعيد قال لك امشيها لو قعدت بالبيت جيت امتى ورحت امتى وجاي انا عرفت بس انت بلعتيها بمزاجك قال يعني هو عايزك تشتغلي لا وليد عن جد بحب المره العامله بحب المره الناجحه بالعكس بينبسط فيها وبيدعمها وبيساعدها اكثر ووليد من الرجال القلائل يعني اللي حسيت انه ما عنده مشكله مع امراه معروفه وامراه مشهوره لانه عاده يعني صعب للرجل الشرقي انه يتقبل امراه تحت الاضواء صح. وليد بالعكس ابدا والحلو انه يمكن لانه بالمجال الميديا بيعرف هذا الشيء وبيعرف انه الانسان بتخاف من الانسان من شخصيته اذا فيها مشكله مش من مهنته صح عرفت انه اذا الانسان إن الشخصيه دي هتعرف تتعامل صح اكزاكتلي لو بس انتوا اتفقتوا الاول ان انتوا الاثنين ما حدش ليه علاقه بالثاني في شغله ابدا يعني هو ليه شغله لا ممكن نصطدم يعني نحن من الاول من قبل ما نتجوز اتفقنا انه لا هو بيتدخل بشغلي ولا انا بتدخل بشغله بس هذا الشيء ما بيعني انه بحب اوقات اخذ رايه كمستمع اذا عم بشتري غنيه شو رايك عجبتك كذا وبيقول لي لا انا بفضل هي يعني حلو برأيه. هو كمان مثلا اذا كان عامل شيء برنامج تلفزيوني او شيء بيفرجيني البيلوت يعني البايلوت كمان بعطي رايي كمشاهده بس انه اتدخل بشغله يتدخل لا ويعني بصراحة الأمور إجت بطريقة سلسة مع بعض ما في قوانين يعني في حوار في سلاسة
هو انسان منفتح وانا مبسوطه يعني بعقله. عن جد انا محظوظه بعقليته لوليد، عقليه كثير حلوه. وجالك بقى وليد في وقت صح ولا غلط؟ بالوقت الصح. نسمع بقى دلوقتي في الوقت الغلط. اوقات بيجي صح في الوقت الغلط، بس المره صح في الوقت الغلط. دلوقتي نسمع في الوقت الغلط. اكيد يلا. أول السهرة أنا وكارل اتكلمنا إن إحنا اتقابلنا مع بعض، كنا بنغني سوا.
طبعا كنت مبسوط جدا اني بغني مع كارول سماح. طبعا بس انت ما حضرتش، انت ما شفتهاش، بقى بوريها لك بعدين، مصيبه. تمام. دي كانت اول مره. تاني مره اتقابلنا كنت بعمل برنامج زمان برضو كده كان اسمه الخزنه. عارف. تمام. فكانت كارول معايا في البرنامج برضو، فكنت بسالها، كانت لسه ما خلفتش. كنت اتجوزت؟ كنت اتجوزت؟ ايه صح. صح. ايه نسيتي وليد؟ لا لا، مش فاكره اي سنه. احنا بقالنا ساعتين بنتكلم على وليد، مش فاكره اي سنه. ايه صح صح صح، مظبوط. فكان نفسها تخلف ولد، قالت لي انا نفسي اجيب ولد، فاكره؟ صح اكيد ساعتها قالت بالظبط كده، انا بدي اخلف رجال. بس انا بس اعتقد كنت حامل بالحلقه. كنت حامل، كان في كرش صغنن كده. كرش صغنن كده طالع. بس ما كنتش، بس احنا عرفنا ساعتها، بس انت مش قايله ساعتها. يمكن. ايه معقول. فكانت نفسها تخلف ولد. انت بقى قاعده مع ابو البنات، يعني اشهر ابو البنات عندنا في مصر هو حازم امام، ما شاء الله عنده ثلاث بنات وانت عندك بنت. انا هلا اذا بدي ارجع اجيب خلف مره ثانيه بقول يا رب يرجع يبعت لي بنت مره ثانيه. مع انك كنت نفسك تخلفي ولد. والله ما معقول يعني. لا 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 لا، بص طبعا ما اعرفش، يمكن هي بركي شخصيتها هيك، بس اعتقد انه البنات الحنيه اللي بتطلع منهم والتفاصيل. صح. بصي راح وراح معاكي، حازم راح معاكي. دب دب حازم. تفاصيل اللي بتحسها البنوت مع ام اهلها. مش معقول، مش هيك تجربتك انت نفس، خاصه يمكن مع بيا مع الوالد. شوف كمان مع الوالد العكس كمان. لا انا يعني ما كنت قايل بدي ولد، يعني بدي ولد وما بدي بنت. طبعا كله حلو. حابه ايه؟ ما بعرف ليه بنكون مكونين فكره انه انا بوقت قلت بدي ولد، قد ما عم بحس ما فيش بقى بهالدنيا رجاله حقيقيين. عايزه اكون ام اربي ولد حقيقي راجل يعني. من هيدا المنطلق وقت حكيت هالجمله. بس لا انا لما عرفت انه معي بنت ابدا ما زعلت، كنت كثير سعيده ومزينت لي حياتي يعني تالا. وكمان بتمنى اجيب لها اخوه. كم سنه دلوقتي؟ 4 أو 5 مثلا؟ اوف، صور شوي قديمين. صار هلا عندها 3 سنين و8 شهور تقريبا. هي تالا. ثانك يو. ميرسي. ان شاء الله ربنا يخليها لي. ميرسي. احلى سن ده. ده احلى سن. انت عندك منه السن ده؟ لا خلاص بقى كبروا عن كده. عندي اصغر واحده 8. 8. دي اصغر واحده؟ و11 و12 و14. لسه ما شاء الله 14. ايه البنات ايه بقى بالنسبه لك؟ لا لا حاجه ثانيه خالص. احنا اصلنا بيت ذكوري، يعني انا واخويا ولدين. عوضتوا هالشيء. كانت مامتي دايما تقول لي، كانت واحنا صغيرين يعني تقول نفسي يجي لي بنت. سبحان الله، اشرف اخويا جاب 3 بنات وانا جبت 3 بنات. معقول؟ مفيش حد بيجي لي بنات عليهم. يعني امي كانت دعوه مستجابه من ربنا، يعني ما ردهاش خالص. فعارف حسيت بقى ايه بعد ما خلفت البنات؟ ان انا قصرت مع ابويا وامي كتير جدا. تعالوا نشوف هم دول. يا حياتي. بس ده من 3 4 سنين. كبروا هم. كبروا هلا. ايه دي الوسطانيه، دي تاليا، ودي تاليا برضه، والشمال دي كبيره هيا. بسم الله. دي الصغيره لولو. شبك اهو ما شاء الله. دي شبك اهو. ربنا يخليهم لك. عارف بنات تخش البيت يا امير تلاقي واحده متشعلقه في رقبتك، وواحده قاعده على حجرك، والثانيه بتتخنق عايزه تمسك وعك وتقعد. حسيت ان انا عملت هويه وامي. عمري ما كنت بسافر مثلا بال20 يوم وارجع البيت مساء الخير واخش الاوضه. لا انت بتفتكر زمان بقى. انا بقى بشوفها دلوقتي. انا عندي ولد وبنتين. لو هم بره مثلا وانا قاعد. الواد يعدي اكني هوا. مفيش يعدي ولا بيبص لي، والبنات يجروا عليا. لا حاجه يقول لي يا ابني وانا مش قاعد. ما تخش حنينين. عاطفيين البنات. عاطفيين جدا. بس الولاد برضو خلي بالك يعني بيكبتوا عاطفتهم. يعني هو ممكن طبعًا يكون بيحبك ونفسه ما بيوريش. بس مش بيوريك. صح طبعا. انا حسيت دي نوع ما اعرفش من الرجوله اللي بيعودوه عليا للولد، يمكن انه ما يعبرش او طبيعه الرجال. طبيعه الرجاله ما بتعبرش اصلا زي الستات. الرجل ما بيعبر عن عواطفه مثل المراه اجمالا قليل. لا والبنت حتى تصحى الصبح تلاقيها بتنط عليك على السرير وتقعد تلعب معاك على طول. طالع عايزه تصحى الصبح وتفوت تلعب مع وليد. يا ماما ما تصحي عايزه ينام. لا انا عايزه بهيدا. متعلقه فيي كثير لان انا بسافر كمان. انا بسافر وبروح وبجي بشغلي كمان متعلقه فيي. لا متعلقه فينا اثنيناتنا يعني عندها. بس لما انا بسافر بتتشعلق بيبي هيك بوليد. بس هم يعني البنات تروح للاب اكتر على فكره. هلا السن اللي الجاي مظبوط حسب كمان السن. هلا عم تبتدي يعني بناتي على طول مثلا لو انا ومامتهم قاعدين تيجي معايا تيجي تقعد معايا قاعدين تلوم عليا انا بتغير من مامتها. مش بيبقى سؤال يعني حتى لما حد يقول لها تروحي مع بابا ولا ماما. هند نفسها مراتي ترد عليهم تقول لهم اكيد بابا ابوهم طبعا. ايوه يعني هم تحس بمش علاقه فيهم. هتغير من امها كمان اوقات عليك. لا مش لا ده بيحصل يعني. مراتي قاعده جنبي تقول لها اوعي ده بتاعي. انا هيك بتعمل معايا نفس الشيء. ليلى عندها 7 سنين بس بتغير يعني
يعني بس جوهر حلوين حلوين. وليد نفس الموضوع بتغير على وليد؟ لا احنا عندنا حاله مضحكه جدا لما نقعد انا ووليد جنب بعض. انتوا ما تقعدوش جنب بعض يا مامي حبيبتي، انا مامي وهذا بابي، ابعدوا يا تالا ابعدوا. دي غيرانه عليه. غيرانه عليه، غيرانه مش عارفه. بعدين مثلا طب اوكي نبعد عن بعض، متكلم عن حاجه في التلفزيون مثلا، تقف في وسط التلفزيون ما تبصوش للتلفزيون، ما تتكلموش مع بعض. بغريبه بجد عامله دلوقتي هلا المرحله دي. مش بتكلم بتكلم مصري؟ ها بتكلم مصري، بتتكلم لبناني وفرنسي كمان عشان انا بس بتحطها. بس ازاي بتاخد منك انت؟ ما سافرتش بتاعي. يعني مثلا بدي مي اوقات مثلا عايزه او لا بدي لا مثلا عايزه مي، يعني بتخلط اللبناني بالمصري. كلمة أو أطلع بنت أنا بسمعها هي بتتكلم إيه، عراقي على أردني على فلسطيني، بتحس الأكسنت كلها العربية يعني داخلة في بعض. وحطيتها بمدرسة فرنسية وعم أنا بحكيها فرنش كمان. لكن لما بيجي لك شغل بقى وبتسافري برا مش كتير، باخد بالي إنه مش أكتر من يومين. بتعملي حساب ده؟ يعني مش أكتر. يعني مثلا أوقات بضطر إني، وهذا شيء كتير مرهق لإلي، بضطر إني سافر بنفس يوم الحفلة اعمل الحفله واجي لحتى اغيب بس 24 ساعه. بس ما بقول لك انا قد بيجي تعبانه لانه بكون ما عم بنام. يعني ماكسيموم بحاول ان تكون 2 دايز، ما بدي اغيب عنها كثير عرفت. بس الحلو انه لما بكون بالبيت اوقات عندي يمكن يمر شهر ما عنديش حاجه خالص. الشهر ده بتشوف نوعيه الوقت اللي بقضيه معها. يعني لا ما انك انت كمان عامله لها رولز، يعني انت مخليها تمسك التليفون او الايباد ثلث ساعه في اليوم صح؟ ايه لا بص، لانه ما في اول شيء الجيل ده الجديد ما فيك تمنعه ما يمسك ايباد، يعني التكنولوجيا فرضت حالها علينا. هو كده كتير تلت ساعه، ده انت انجاز، ده انا لازم احييك. ده انا إيه؟ انا بحاول اتخانق معاهم عشان ساعه مش عايزين. لا بتعرف لانه قريت انه ما لازم اكتر اول شيء لعيونهم لانه بعضهم صغار. صح طبعا. وبعدين ما بيعودوا يعملوا علاقه اجتماعيه. صح. يعني بصيروا انت الام والبي قاعدين في مكان والاولاد في غرفهم. صح. على الايباد. صح. ما بيقعد في علاقه والفه. صح. فإذا تعودوا من هني وصغار خلص هيدي عادة. لا أنا ابتديت أقفش على ابني. أنا لما بنزل حتى يقعد في البيت بيلعب بلاي ستيشن في الأجازة، مامته برضه عاملة له نظام يوم خميس وجمعة ممكن يلعب نص يوم. برافو. حتى لو نزلنا من البيت يقول لي اديني موبايلك، ياخد الموبايل عايز يلعب عليه كورة. ده خطر. أقول له اقعد اتكلم بقى معايا شوية. صح. ما احنا بنقعد شوية في العربية عشان نتكلم مع بعض لحد ما تروح على التمرين. هو بيلعب كورة برضه دلوقتي. لا والله. زي خاله. حلو. خاله عالمي كان. كان راس حربه جامد يعني. هيطلع برضه راس حربه ولا ايه؟ يطلع اي حاجه بس يطلع كويس. صحيح يطلع كويس بس دي اهم حاجه. أكيد. وبناتك انت بتعمل معاهم ايه؟ نفس الحاجه يعني. بص ابتدوا يكبروا شويه فابتديت بقى ايه كبير مثلا الاقيها قاعده في الاوضه وقافله على نفسها كتير، او داخل فاتح الباب اقول لا ما تقفليش الباب على نفسك. ايه صح. لما نبقى قاعدين في البيت لازم نقعد مع بعض. لما يعني انا دايما عندي مثلا من ايام ما عارف يعني بابايا وكده الغداء لازم نتغدى مع بعض. مظبوط. العشاء لو انا موجود نتعشى مع لازم بعض. لازم ده في نظام، لازم يبقى في فاميلي كده نقعد مع بعض كتير. فبحاول دايما كل ما اقعد في البيت مفيش تليفونات، شيل التليفونات. ساعات بنخلي التليفونات بره مثلا نقعد مع بعض من غير تليفون خالص. صح. طبعا هما بيهرشوا بقى وقاعدين عارف كل شويه مستنيين الساعه دي عشان يوم. بس بحاول دايما. بس طبعا التكنولوجي خلت الناس كلها ما فيك تمنعها نهائيا. كمان ساعات اقول لهم يا جماعه مفيش تليفونات خالص، وانا غصب عني وانا ماسك التليفون عمال دي بس من خبازها من تحت كده. انت مش قايل مش عارف ايه. مش قلت ايه؟ مظبوط. انت نفسك ما بتقدرش يعني، انت حاطط لهم رولز وانت نفسك مش عارف تمشي عليها. ادمان صارت عامله حاله ادمان. بس يعني بحاول يبقى في دايما للفاميلي ان احنا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض. عملت ايه في المدرسه؟ عندك ايه بكره؟ خاصه على الغداء على قعده العشاء ممنوع يكون دايما التليفون موجود. صح. طبعا انت حامله مع شغلك كده. انا ما اعمل ايه؟ كلنا غصب عني. انا مشكله. ما هم بيقلدونا كمان. ما دي مشكله. ما هي المشكله. هو مشكله ان هم صغيرين لسه بيطلعوا يقلدونا في كل حاجه. احنا ساعات بنشتري دماغنا مثلا هي بتزن او بتاع خلاص امسكي التليفون. صح. فبنشتري دماغنا. الصبر منا كمان. صح. فدي برضو احنا بنقع فيها شويه. بس انت برضه ساعات افتكرها اقول لا ما تقدرش تزعلهم برضه. دي مشكله. بس ساعات مثلا تجيلي وانا نايم الصبح مثلا بابا عايز اتفرج على اليوتيوب ولا لا انا كان قايل لها مثلا لا ما تتفرجيش فانا عايز انام فاهم. فطب خلاص يا حبيبتي روحي شويه. تحصل معايا شويه. بعد ما بصحى اقول ما كانش لازم اعمل كده. ففي حاجات بتقعد انت رايح جاي معاهم. بس نوعا ما بيبقوا عارفين ان هو في برضه ما ينفعش اكتر مثلا من ساعه. ما ينفعش هي ابيسود واحده مش تو مثلا ولا ثري. وبتداري عليهم بتخبي عليهم يعني مثلا امبارح. امبارح يعني مثلا يعني هما يقولوا لي حاجات ما بقاش مامتهم ساعات. لا انا امبارح سليم مثلا قاعد فقعد يلعب مثلا بلاي ستيشن كان يوم اجازه. فقعد بيلعب مثلا حوالي 8 ساعات. 8 ساعات؟ كتير. لا اكيد اللي هي ده ادمان. فورتنايت كالعاده. فبعدين جه في اخر اليوم قال لي عينيا بتوجعني. اكيد. قلت له طيب روح قول لمامتك بقى ان عينك بتوجعك.
قال لي والنبي ما تقولهاش ان عيني بتوجعني، عشان لو قلت لها عيني بتوجعني هتقولي من البلاي ستيشن فهتطلع لي. قلت له طيب انا مش هقول لها بس بكره مفيش بلاي ستيشن. قال لي خلاص مفيش بلاي ستيشن. طبعا صحيت النهارده وانزل الشغل بفتح الباب لقيته قاعد. او ماي جاد. ولا معبرني برده، بس ساعات يعني ساعات ما تقدرش تزعله يعني برده هو بيزعل وانت نازل الشغل فبيمسكوا فيك. انا كنت مثلا هتضطر ترضيه باي حاجه. بعدين لو تمنع كتير كل حاجه يعني ممنوعه كتير مرغوبه بتصير، هي المشكله. انا في فتره كنت بشتغل في قناه بره، فكنت بسافر ويكلي يعني بسافر كل يوم جمعه وارجع الحد او الاثنين كل اسبوع. فكنت كل ما ارجع مثلا الاقي مامتي مستنياني، دي عملت كذا ودي عملت كذا ودي عملت كذا، فاللي هو تديني وش فانا لازم ادي وش عشان يعني مامتي ما قالت لي كذا. فبقيت اقول لها بصي هقول لك حاجه، سيبي لي الطلعه الاولانيه اول ما اخش ما تقوليش حاجه، ان عايز وحشني العيال عايز اقعد معاهم. ما تقوليش كده من الدخل، ما تقوليش تديني واحده ان انا اقفش عليهم وانا لسه جاي. نفسي احضنهم بقى يعني. فبقيت اقول لها بصي عندك حاجه استني بس اقعد ساعه كده معاهم انبسط وبتاع، بعدين قولي لي عشان انا انك زي ما بتقول ايه مش عايز ازعلهم، مش عايز على طول تديهم وش ان انت متضايق يعني. الناس جاي مبسوط من بره فعايز توريهم جايب لهم حاجه معاهم شويه يعني. معاهم فالحمد لله على نعمه عيال بصراحه حاجه جميله. ربنا يخلي لنا عيالنا كلهم كلنا يا رب. بنتك بقى بتحب الغنى زيك ولا لسه ما تاثرتش بده؟ ما بعرف، تعرف هلا كل الاطفال بيحبوا الموسيقى. لا انا عارف بقى، تعالي اوريكي. اوكي. ايه بقى ده؟ لا تكلعي الشجره الشجره عالي مش انت كواتك صغيرة. ياه يا قمرة دي هتاكل الميكروفون. الله الله. ما هو بتعرف تغني يعني ماشي مع الايقاع كويس. لا هي بتحفظ بسرعه الاغاني وعندها من الواضح انه عندها دينه موسيقيه، بس ما فينا نقول انه بتطلع بتغني او صوتها حلو، هذا الشيء كثير بدري واحد يقول. بعدين كل الاطفال بيحبوا الموسيقى يعني اكيد. انت وبناتك لما كانوا صغار بيحبوا يرقصوا بيحبوا يتحركوا. لازم تستنى شوي لتعرف، بس انا ما يعني انا اي حاجه هي عندها موهبه فيها انا رح ادعمها، سواء غناء او كتابه او طب او شو ما بتحب يعني، بس مش انه انا عايزاها تكون فنانه. لا ربنا يخليها لك. ميرسي. تيجي نسمع يا مسافر وحدك، ايه رايك؟ حاجه قديمه حلوه. اكيد هادرة. يلا بينا. يلا شكرا. زي ما تعودنا في كل سهرة يكون معانا مثال مشرف وقدوة لناس كتير جدا في مصر، بطل مصري عبد العزيز. عاصم. ازيك يا عبد العزيز؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك انت ايه؟ والله احنا مبسوطين ان انت معانا. انا اللي مبسوط والله ان انا مع حضرتك والله. ومعاك بص مين؟ كابتن حازم. كابتن حازم بقى وكابتن مصر ومعاك حبيبه الكل طبعا كارول سماحه. مبسوط يا عبد العزيز. ربنا يخليك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. كلمنا بقى عن التجربه بتاعتك في الفتره اللي فاتت دي وايه اللي حصل لك بالظبط؟ هو انا كنت بلعب كاراتيه من صغري وانا عندي 7 سنين، كنت بحصل على ميداليات على محافظتي وكده، فطبعا ربنا كرمني في 2004 وبقيت مثلا بطل جمهوريه. فحصل لي حادث من 7 سنين، حادث طبعا اثر على رجلي الاثنين. كان عباره عن ايه الحادث ده؟ حادث عربيه مثلا؟ حادث عربيه، كنت رايح التمرين فواحد صاحبي قال لي اوصلك وكده، فطبعا هو وصل لي بعربيته يعني، فوصل لي بعربيته فحصل حادث سير فاصطدمنا بعربيه. هو البقاء لله توفى. عز اصحابي الله يرحمه. فعملت لي اعاقه نسبه 47% في الجزء التحتاني. طبعا دي حاجه يعني هي رجل واحده رجل اليمين؟ الاثنين. الرجلين؟ الفخذ الشمال ده صناعي نخاعي. والركبه اليمين. ده زائد كسور كده في الحوض، بس متاقلم التمرين والعلاج الطبيعي والكلام ده بيسهل الحاجات دي كتير. يعني لو قعدنا اهم حاجه العامل النفسي يعني 85%. طبعا صح. يعني أكيد. لو قعدنا دي خلاص يعني اغلب يعني الطب كله انا احنا لفين يعني قال ده ما ينفعش يمشي يعني، حتى بعد كده نبدا نعلمه وكده. داخل عليهم بعد 3 شهور ماشي بس على عكازين وكده وشايل الاجهزه. بس الحمد لله وصلت ان انا بمشي وكويس. فسمعت ان قراته ودخلته فيديوهات وكده،
عرفت ان في كرسي يعني تلعب كاراتيه برضه على كرسي. طبعا كان خبر جميل جدا يعني. بس ده امتى يعني؟ ده بعد الحادثه بقد ايه؟ ده بعد الحادث بسنتين ونص بالظبط. الفتره بقى السنتين ونص دول هل جالك فيهم احباط؟ جالك فيهم ياس؟ حسيت ان الدنيا مثلا انتهت؟ لا مفيش اي احباط من يعني اول يوم. لا من اول دقيقه. من اول دقيقه. لان انا فاكر وانا داخل اصلا الاستقبال بتاع المستشفى كان عندي حاجه كده هنا، عندي هنا تجميل اصلا، ثلاث عمليات تجميل. الدكتوره اللي بتعمل العمليه وكده انا كنت موتها من الضحك، لان هي انا يعني هي بتبص لي بصت يعني ايه معلش واللي بيحصل كتير والكلام ده، حضرتك انت بتتكلمي في ايه؟ هو ده قدر وحصل، فانت حضرتك بقى شوف ايه اللي يعني شوف شغلك وكده و برافو مش برافو والله عن جد. ده كده ربنا هنعمل ايه يعني؟ هيدي قوه، هيدي نعمه، هيدي القوه. انت جالك موضوع اللي بتحبيه هو القوه. هيدي القوه. لا انه هيدي قوه الهيه، بس هيدي نعمه انه يكون عنده هالاراده وهالحب للحياه هيك. بتالي صورك الحمد لله. دي في اسبانيا. دي في مدريد اسبانيا بطولة العالم. مدريد شهر 11/2018. ما احنا هنعرف بقى دلوقتي، هنعرف القصة يعني بقيتها ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب كمل عشان نفهم انت وصلت هنا ازاي؟ حصل ان انا سالت طبعا العب على كرسي ازاي في مصر وكده، ما فيش حد لسه كان بيلعب على كرسي غير سنة واحدة اتلعبت، ما كانش المفهوم بتاعها ايه. بس انت بتلعب كاتا مش كوميتي؟ لا كاتا. كاتا مش كوميتي، ما فيش في البرالين اصلا كوميتي. ما اتعملتش اصلا وما ينفعش تتعمل يعني. بس طبعا الكاتا مش سهل. مش سهل خالص، لان يعني انا ضفت حاجه، بس خلينا عشان ما نطلعش قدام خلينا من الاول. اول ما بدات العب اتمرن على كرسي وكده اللي هو مدربي طبعا، مش مدربي بس، ده اللي مربيني كابتن هاني طليب عبد الله، ده ابن خالتي وهو اللي مدربني من قبل الحادث، من اول ما عرفت يعني ايه كاراتيه اصلا. وما سابكش بعد الحادثه، ابتدى برضه يمرنك ووقفك على رجلك تاني. لا انا فاكر اول موقف داخل شايل كرسي، ابن خالتي محمود طليب برضه شايل كرسي كده وداخلين داخل النادي، فهو قال لي لو هتيجي تجيب كرسي ما تجيش. برافو. لو فعلا هتجيب كرسي ما تجيش. فجبته ودخلت عليه بقى هعمل اي حاجه بقى، بقى لي اسبوعين بفكر هعمل ايه. هو مش مستوعب ان انا اقعد على كرسي. انت بتمشي بس، هو القانون بيقول ان انت عندك نسبه اعاقه فانت هتلعب على كرسي عشان ما تضرش حاجه ثانيه. بس ما تجيليش قاعد. ما تجيش على كرسي، ما تلعبش، مش هتلعب على كرسي. العب وانت واقف، اعمل اي حاجه. فدخلت بالكرسي فزعل. طبعا حصل ودمع وحصل مشكله كبيره في اليوم ده، بس قعدنا واتكلمنا يعني. هو متقبل الكلام جدا وذكي جدا يعني، وعنده بطلة عالم من قبل كمان، بس هو مش متخيل. فلما قعدنا بالليل وكده وبدات قعدت على الكرسي ثاني يوم الصبح، هو التمرين عنده عادي، قلت له بعد اذنك بس شوفني على الكرسي يعني، انا كده كده حافظه، بس طبعا اكيد الفتره دي كلها انا ما عدتش زي الاول، بس يعني قيمني بنظره حضرتك. فقال لي طب ماشي اتفضل. فاول ما لعبت قدامه كده قال لي لا خلاص احنا نستمر بقى، احنا كده لا احنا لازم نستمر، بس عايزين نسال الموضوع دوت عالميا ولا احنا اخرنا هيبقى هنا يعني عشان ما نتعبش على الفاضي. طب وصلت فين بقى بطوله العالم اللي انت وصلت ازاي؟ انا اولا لعبت بطوله الجمهوريه الاول. بتاهلني. وخدت تاني. خدت تاني صح؟ بس هي ايه؟ اول سنه خدت تاني فعلا صح؟ ايه هي البطوله اللي كسبها؟ ايه؟ ايه هي البطوله اللي كسبها؟ التدريج جاي. هي ايه؟ ما هو خد بطوله تاني الجمهوريه. الاول تاني جمهوريه. الاول بايه؟ جمهورية مصر. كاراتيه. كاراتيه. انت واقف ولا على الكرسي؟ على الكرسي. ما هذا اللي عم بساله، هذا اللي عم بساله. الكاتا غير الكوميتيه، الكوميتيه اللي هو التحام الشخصين ببعض، فايت بيلعبوا مع بعض. اورايت، هذا اللي عم بساله. الكاتا بيعمل حاجات شخصية، حاجات فردية. حلو، اوكي. فلعبت بطولة الجمهورية طبعا، كنت لسه بتمرن بقالي ثلاث شهور بس. فجبت تاني جمهورية، فده حاجة جميلة يعني. قال لك ما ينفعش تسافر، اللي بيسافر الأول بس. اللي بيسافر الأول بس. عايز تسافر، تسافر على حسابك. حصل. صح؟ حصل. حضرتك جبت المعلومات. رحت انت مسافر، شايف الاصرار يعني، قالوا له مش هينفع تسافر عشان انت طالع التاني، كان ممكن يقعد ما يسافرش. سافر على حسابه. سافر على حسابه. فظيع. وبعد ما سافر راح واخد الميداليه الايه؟ بس احنا برضه عشان خدت اول عالم. خد اول عالم. هيدي سكسس ستوري صراحه. المفاجاه كلها اصلا في البطوله استاذ امير، مش الميداليه اكتر يعني، اللي هو اصلا يعني انت عايز تطلع الدور النهائي، انت عندك يابان واسبانيا وده وده، انت عايز تطلع بس في وسط الناس، والحلم الوحيد ارفع علم مصر. انت ترفع علم مصر دي مش يعني، انت وصلت بقى خلاص، انت طلعت نهائي. لا ان شاء الله يحصل كده باذن الله. وطلعت نهائي. لعبت بقى نهائي. اول ما طلعت الدور النهائي طبعا ريحونا يوم، طلعونا اليوم الثاني. حصلت على اول عالم، اول ما العالم اترفع بقى ما عدتش عارف ايه اللي حصل اصلا. والمعلق ذات نفسه بعد ما انا خرجت وكده لقيت الكلام اصلا يعني، لان الاداء الحركي اللي بالكرسي المفروض محدود بالكرسي. اكيد انا حرفت بيه، لان انا نطيت بالكرسي، كل جنبات النطاط والضربات اللي جيت كنت عملته بالكرسي. لفيت وطيت بالكرسي ونزلت وعملت كل حاجه. جودت يعني. عملت الكتا اللي هو كانه واقف على رجلي. مش لازم عشان انا تعبان او في مشكله ان انا اشتغل كده.
لا ما في بار في طب ايه البطولات رجع عبد العزيز يعني في حاجه جايه قريب ان شاء الله انا مرشح ان انا العب الاولمبيات اللي 2020 باذن الله واو برافو ان شاء الله انا مرشح والمفاجاه الكبيره بقى ان انا بعد البطوله خلاص خارجين الترويج خلص خلاص استلمت الميداليه الذهبيه فالكابتن بتاعي مثقف جدا فبيقول لي لا استنى هم بينادوا عليك فبقول له احنا خلصنا فكله مستغرب بينادوا على ده ليه انا حصلت على افضل كاس افضل لاعب في العالم اسواق مع وكيل ما شاء الله برافو على عزيز هايل والله ربنا يخليك كابتن حازم برافو والله كارول بقى هتديك هديه كبيره جدا احلى من اي حاجه اغنيه احساس احساس لان مفيش اكتر من كده ولا احلى احساس من لا بجد هو قصته قصه نجاح كبيره عن جد بهنيه وبعد انا بعتقد رح يعمل انجازات بعد كثير كبيره من ارادته شكرا عايز بقى كارول اكلمك على اكتر حاجه يعني غريبه عندنا في مصر شويه اللي هي السواقه عرفت تتعاملي ازاي بقى مع السواقه في مصر الحمد لله ما بسوق بمصر بسوقش خالص ها لا بسوق انا سويقه سويقه وسويقه يعني بس لا بمصر اخترت اني ما اسوق اخترتي ما جربتيش حتى وبعدين تندمي على كفايه اللي بشوفه هلا بلبنان مش احسن بكتير يعني لا عايز اقول لك على حاجه في لبنان زينا بالظبط ايه يعني واخطر اخطر عشان طرقاتنا فيها جبل وكواع يعني بعد اصعب بكتير واخطر واحنا عندنا نسبه الحوادث السير بلبنان مخيفه ونسبه الشباب اللي بتتوفى بتموت كل سنه مخيفه بس يمكن انا تعلمت السواقه بس انا تعلمت السواقه بلبنان من انا عمري 18 سنه يعني تعودت على الطرقات بلبنان وعلى الهضبات وكده هيك بس بمصر بحس كمان خطوره الشوارع الواسعه عارف يعني قد ما قد الشوارع واسعه وطبعا الفوضى بالسواقه وهيك بخاف اكثر ومش حافظه يعني انا حافظه المنطقه اللي انا قاعده فيها بخاف انا لو نزلت وسط البلد اتوه مثلا اخش في شارع بس لسه ما حفظتيش عندي اكتوبر بس هي اللي حافظتها الشيخ زايد ايه كلها حفظتها تقريبا لا لا في بوسط البلد اماكن ممكن بس ممكن اتوه اكيد مصر بلد كتير كبير اسم الله شو عم تحكي بس يعني بس السوق في مصر السوق في اي حته في العالم والله لا مش حيخلوه يسوق يعني هتعرفي لا عرفت يعني ما بفضل انه يعني اقل مسؤوليه انه ما بدي اعيش هذا ستريس يعني بعدين مشكله انه وين بدك تركن بمصر اذا عايز تروح تعمل شوبينج مثلا بدي اركن واركن فين ازاي اذا ما في باركينج كمان مشكله فبفضل انه يكون مثلا في معي سواق بس عايز اقول لك حاجه انت لو جربتي التجربه مش هيبقى فيها ستريس خالص عارفه ليه أنا؟ عارفه لا والله العظيم ليه عارفه ليه لان كل الستات اللي عندنا اللي بتسوق هم على فكره مش في دماغهم احنا خالص يعني مش متنشين هم سايقين هم مش دماغهم يعني لو حد كسر عليك او زنق عليك او خبطك لا 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 هم في عالم تاني يعني عن جد؟ والله العظيم مفيش حاجه اسمها مرايات يبصوا ولا في مرايه فوق ولا ستات بس الستات بس طبعا وانتوا يعني مش قاعدين على الموبايل لا لا خالص شويه يعني عايز اقول احنا لما حد يزنق علينا انا بعرف انه ست من غير ما اشوف صح حازم ولا تسهب يا عالم الاخر لا احنا في عندنا السواقه في مصر صعبه يعني بصراحه ان في يعني انا مثلا اكتر حاجه انا هادي شخص هادي عامه اكتر وقت ابقى عصبي فيه في حياتي وانا سايق لان انا بفاجئ مثلا تبقى ماشي تلاقي واحده عامل عليك كده مره واحده او مثلا في ناس في مصر مش عارفه ان انت في الميدان واكيد ست بتطلع ست ده يعني بقى ست عشان ما يزعلوش الناس مش في ناس في مصر مش عارفه ان انت الميدان الاولويه للميدان هو ما يعرفوش الموضوع ده فبيروح داخل هو في الميدان هو المفروض في اي ميدان انت الاولويه ليك جوه الميدان فاهم انت عارف الحاجه كده ولا مش عارفها الناس في مصر بتخش جوه الميدان يعني انت ماشي لازم تقف وتشوف العربيه تعدي بتاعت الميدان وبعدين تخش صح لان بيخش فيك مش فارق هو مش عارف انا متهيألي هو مش عارف ان انت المفروض تستنى بيخش فيك في نص العربيه عادي جدا فانا اكتر حاجه في حياتي بتنرفزني بس انت بتسوق كمان موتوسيكلات بتسوق موتوسيكلات اما دي بقى يعني طب ازاي بعد ما دي صعبه يعني بعد ما خلفت ازاي؟ عشان طول عمري بحب الموتوسيكلات وانا بلعب كوره فممنوع ان انا يعني مش هقدر العب ماشي بس بعد ما خلفت ما خفتش؟ بالعكس انا بحب جدا الموتوسيكل وساعات لما مثلا ابقى جاني الجمعه ولا حاجه اخد بنتي ورايا ولا حاجه على الموتوسيكل؟ نروح النادي لا مش هرمي المشاوير يعني
بس ده انا اتعلم جبت ده ده الكلام بس ده الكلام ده بقى دلوقتي اللي معايا اللي هو البريك اوت بس ده تمام ده عجبتني قدام ده دلوقتي اللي انا بركبه على طول حلو كتير بقيت اركب بقى خلاص الكلام ده يعني مريح ده مريح ده عالمي حلو بقى تاخده كده قبل الفطار ساعه تلف بيه كده الدنيا فاضيه والكلام خلاص كلام ما بقتش اركبه خلاص ما بقتش اعرف اركبه بس الهارلي وكده احلى يعني كاس موتوسيكل بتحس بالموتوسيكل بس موجود عندك الكلام لسه الكلام بس مش موتوسيكل تحس انك ماشي على عربيه ركنه انا ما بتركبوش أنا عشان بعد الحلقة كده عايز بتكلم معاك بعد الحلقة عشان بدور على واحد أصلا هو بحبه عشان هو أمان يعني في عجلتين قدام في أنا أول تدفع السواقة بتدبي عشان كان أمان في الأول ياخد السنس بتاع الشارع وكده بس بعد بقى ما بقيت جبت الهارلي وبتاع والحاجات دي لا فرق شاسع موتوسيكل موتوسيكل يعني لازم المانوفرنج داخل هارلي ديفيدسون كلوب طبعا داخل بالهارلي كلوب هنا خلي بالك بس وربنا يستر عليك حلو جدا أنا عايز أقول لك إن دي من أحلى السهرات وأحلى القعدات اللي قعدتها في الفترة الأخيرة والله العظيم كنت وحشاني جدا بقالي سنين ما شفتكيش وما قعدتش معاكي ميرسي وانت حازم طبعا احنا بنتقابل بس ما قعدناش بقالنا فتره طبعا احنا بنتكلم كده زي ما التقينا والبرامج والتمثيليات ومتالق دايما الحلقه كانت لطيفه جدا وسهره حلوه بين الفن وما بين الرياضه وبالتالي يعني الاهلاويه والزمالكاويه كلنا حبايب كلنا حبايب ماشي يا حبايب ختام حلو ختام حلو كلام حلو لا احنا نختم بحاجه احلى من كده احلى ايه خليك بحالك اكيد يلا اكيد ميرسي ميرسي يا امير ثانك يو Merci. Super. Super.